اهلا بيكو في قناة اكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم ميني بانكيكس. شايفين شكلها حلوة وكيوت خالص. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اول حاجة هنحتاج ايه؟ 4 بيضات، 2 معلقة سكر، نضربهم بالمضرب لحد ما يدوبوا مع بعض. معلقة بيكنج بودر ومعلقة فانيليا ومعلقتين زيت. هندخل دلوقتي 2 كوباية دقيق عشان ده بيخلي البانكيك بتاعتنا خفيفة وهشة. هنقلب بقى بالمضرب كده لحد ما كل ده يختلط مع بعض. هناخد شوية كده عشان نعمل بانكيك بالشوكولاتة. هنضيف 1/2 كوباية من الكاكاو الغامق ونقلبها كويس. انا هنا هحتاج اضيف 1/2 كوباية لبن عشان الكاكاو تقلتها شوية، ونقلب لحد ما الخليط يبقى في القوام اللي احنا محتاجينه.
انا هنا هستخدم ازازتين ميه عاديين، وهخرم الغطا بتاعهم وهحط فيهم البانكيك، واحده العاديه والتانيه الشوكولاته. شايفين بتنزل بمنتهى السهوله، مش محتاجه مجهود، واي حد ممكن يعملها، وبتطلع النتيجه بتاعتها حلوه قوي. شايفين بدأت تخرم كده من فوق، وبنقلبها. ايوه شايفين شكلها وريحتها حلوة قوي، طالعة ريحة جميلة جميلة في البيت. دلوقتي هنعمل الشوكولاتة نفس القصة، بس يا ريت ما تكتروش اللبن علشان ما تبقاش خفيفة، خلوا القوام بتاعها متماسك عشان تقدروا تتحكموا فيه. هنعمل مرة كمان. شايفين بنخرم خرم صغير في الإزازة، بينزل الدايرة دي منه وهتتحكموا فيها بسهولة. طبعا ممكن نحطها في الإزازة بتاعة الكاتشب عادي، بس أنا حبيت أعمل لكم حاجة اللي ما عندوش حاجة في البيت يقدر يستخدم. هنبدأ نقدمها كده زي ما حضراتكم شايفين، مع التوت بقى والفراولة والحركات دي. ويا سلام لو عندنا تشوكلت صوص نرش عليها رشة من فوق كده، بيطلع الطعم ايه، تحفة. وبالهنا والشفا، أشوفكم في أكلة جديدة. مع السلامة.